في صباح رباح حتى ليلة 11 وصلنا لوقاية الجو نتاعنا دويل. كالعادة عندكم الفرصة باش تربحوا معنا الكارديو كاربيرون بقيمة 50 دينار من أداوي ليبيا في الوقت هذا. كل يوم مع 8:30 نستقبل معنا جمال وعواد فهم المشاركين لنهار اليوم. صباح النور يا جمال. صباح الخير يا بابا. شنو أحوالك؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. نتكلم فينا سي جمال نتعرف عليك شوي. سيبت المديوني. سيبت المديوني. أهلا وسهلا بيك. شو تعرف الدنيا؟ ميكانيسيا. ميكانيسيا. تحت الكهرباء ديجا مش فوق الكهرباء. شال ربي عينك يا جمال. عايش كبابا. دونك جمال في من قصيبة المديوني ميكانيسيان اون برينسيب عندك المعلومات الكل على قانون الطرقات وهكا ولا عندي حتى على الموتور كالزبط. على الموتور. انت سيارات عادية ولا كاميونات ولا شنو؟ ميكانيك عام. ميكانيك عام اختصاص عام كيما الطب فمك الاختصاص العام فما انت مكش مختص في حاجة بالضبط. لا لا وحاجة باهية ولا خايبة زي زعما بالعكس حاجه باهي يعني بوزيتيف بون يغلبنا يمكن جديد الكتروني شويه اي 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 وكذا واحد صحيح. انا بالنسبه لنا حتى الميكانيك القديم زاد يظلم مريض وباش تطور انت من خدمتك يعني ما يساعدكش شويه تفهم في الميكانيك الجديد الالكترونيك وغيره وتعمل دي فورماسيون هكا وتطور من مهاراتك. ما هذا تطور كل يد تسد تخت يا صاحبي تطور فورماسيون باش تضيع فيها اموا ثلاث شهور اها باش تعدي فيها ديجنوستيك اي ووكل صغار وكل مراش ومشي وكلهم وخذ معقول 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 يا جمال. ان شاء الله ربي يعاونك سيدي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولا الكراه ديجا القدم ماهمش يتقطعوا يظل ديما موجودين امورهم واضحه فما الخدمه ان شاء الله الحمد لله. به جمال معك عواد في المشاركه الثانيه خليك معنا. عواد في صباح النور. انا عسام. صباح الخير. شنو احوالك؟ صباح الخير. لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله في الخدمة يا عواد في التوا. كيفاش؟ في الخدمة في الخدمة يا باهي ربي يعينك. مين تكلم فينا؟ نتكلم فيكم نسعد من البستان. شبيك تضحك؟ كيفاش؟ شبيك تضحك ساعة؟ في البستير؟ يا عواد. نعم نسمع. قلت لك في البستير كيما جماعة الكل ولا؟ ايه تسمع الكل بالبكيت وتمشي البسكير بعد. اهلا وسهلا بك عواطف. دونك خليكم معنا جمال وعواطف اليوم عندنا سؤال مش سؤال سرعه باش نبداو بعواطف خاطر مرة نفرحوا بها بالطبيعه وبعد ناخذوا. انا ما نفهم حتى شيء معناتها باش يشاركوا معايا اني انا ومطو عليه تنجم راه برشا برشا كيف كاكا يا عواطف وديجا ربحوا هما يعني ما عندهمش حتى كونيسونس في قانون الطرقات والسلامة المرورية لكن تعلموا معلومة جديدة وجاوبوا يعني بزهر لكن بعض بالطبيعة الفايدة انه يتعلموا حاجة جديدة. باهي عاود باش نبداو معاك انت سؤال وبعد نمشيو مع جمال. خليكم معنا وركزوا مليح مليح. واضح جمال؟ واضح. يلا 5 4 3 2 1. سؤال اليوم في الدويل. المقعد الامامي المقعد الامامي يا عواد في اللي بجنب السائق داكوردو قديش اقل عمر المقعد اللي بجنب الشوفير اللي على اليمين هذاك قديش اقل عمر مسموح به باش يقعد فيه طفل صغير؟ اقل من 10 سنين. قديش العمر العمر يعني اقل حاجه قديش؟ يلا عندك بدي اقل من 8 سنين. يعني اقل من 8 سنين عنده الحق يقعد غادي؟ لا لا ما يقعدش غادي. ما يقعدش غادي. اعطينا اجابه. يلا 8 ولا 10؟ عواطف عواطف جمال. يلا جمال أخوي اعطينا اجابه انت. 12 عام. اقل من 12 عام. عواطف ما زلت معنا عواطف ولا يا عبدو؟ ما زلت معنا تسمع فينا ما ماهيش قاعده تجاوب. عواطف ماهيش تسمع فيك راه يا عواطف. نسمع فيك. اي احنا ماهيش نسمع فيك. أكثر من 10 سنين لازم يقعد وأقل من 10 ما يقعدش. واضح إجابتك هي صحيحة يا عواد بخاطر جمال قال 12 سنة. إجابتك كانت غالطة جمال. لازم أقل عمر 10 سنين من 10 سنين الأكثر بالطبيعة. جمال خويا يعطيك صحة وفرحانين اللي شاركت معنا إن شاء الله في فرصة قادمة. أي قول لي. وصل معلومة للناس اللي عندها كراهة بشاحنات خفيفة باهي اي من نوع لي سوزي وكذا التاكس قبل كنا نخلص مثل تاكس
عندك الحق مثال يوفا نهار 30 عندك الحق في ديز جونك. شنو تاكس؟ استنى استنى شنو تاكس على على الفينيات انت تقصد؟ تاكس لك الشاحنات الخفيفه تاكس مش اه تاكس هي هي واضح صحيح هي اون برانسيب ديما عندنا ديز جور خلص مثال 6 شهور عندك 10 ايام هذوكم سو ريزيرف واضح. القانون زي اتنفح مؤخرا لاني راني تليعت هذاك علاش نوصي في الخيال توا القانون زي سي فات 6 شهور ما عادش ديرك تمشي خلص على روحك ما كانش تتشد تولي حكايه اخرى وبيع اخر. شنو الاخطيه اللي فيها؟ الاخطيه تولي تخلص دوبل وفي الولايه اللي تشديت فيها يعني توا في مثال في المسير تشديت في الطاقس نمشي ندفع هو هم برانسيب ندفع ل 6 شهور 180 دينار ونزيدهم 90 دينار ونطلع لهم للطاقس ونخلص وناخذ من غادي كالعاده باش يرجعوا لي الاوراق ونعطيهم بروفيزوار. واضح يعني هذا نداء للزملاء اللي كيفك يعني الناس اللي عندهم الشاحنات الخفيفه واللي ما عندهمش فكره يمكن مازالوا في بالهم اللي عندهم الحق تمديد يعني بعد 6 شهور. القباضه زاد ما فيها كي نمشي نخلصوا يفيقونا. لا هو كان نعملوا نداء للقباضه راهو باش تراسينا حتى الغدوه كل حاجه ناخذوها عند هذول اللي باش ندوخوا نبداو التمبري نتاع العرس هذايا والحكايات الجديده الكل. ان شاء الله ربي يقدر الخير يا جمال. عايشك يا اخويا عايشك. يعطيك صحه وسلمنا على العائله الكل وعلى زملائك الكل ان شاء الله ربي يعينك. يا عايشك في الامان. عواطف مبروك عليك. شفت كيفاش ما شفت الدنيا لله شفت كيفاش يعني مش لازم عليك تبدا عندك بربي سامحني نحب نعمل انتكاس جمعت المعمل الكل خاطر الكل بالكيت السكنات كل يوم ما يطلبوا. تحيه ليهم جماعه المعمل الكل اللي يسمع فينا زملائك يا عواطف. عواطف اليوم ربحت نجم تكون انت زميلها والا زميلتها تربح معنا غدوه والا اليوم دونك تشاركوا معنا في اللي جو نتاعنا على 73 278000. يعطيك صحه يا عواطف ومبروك عليك لله مره اخرى. عايش كيف شيك اسمع التشجيع في الامان. باي باي شهية طيبة. عواطف فزت معنا اليوم بالكارد كربيرون بقيمة 50 دينار من اهداء ليبيا. 10 سنين هو اقل عمر مسموح فيه للاطفال باش يقعدوا في المقعد اللي بجنب السائق دونك ان شاء الله المعلومة تكون وصلت ردوا بالكم.